قامت ميليشيات الحوثي بتجنيد ما يزيد عن 23 ألف طفل بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل، منهم 2500 طفل منذ بداية العام الحالي 2018. كما تسببت الميليشيات في دفع أكثر من 2 مليون طفل إلى سوق العمل جراء ظروف الحرب، بالإضافة إلى حرمان أكثر من 4 ملايين و500 ألف طفل من التعليم.